حاجات كتير. بس ما تسيب اللي في ايدك ده وتعالى خد فمين معايا. الله ربنا يقلي بختك اكتر ما هو مقلول. عايزة تفضحيني يا هنادي؟ يقولوا عليا ايه؟ ازيك يا بلا عمدي؟ حصلت لنا البركه يا بهواء. استروا نفسي في قليله الدخل دي. قررت مصر لسه مصين زعزوع. ايه يا جاد بقى؟ فيلا سليم باشا اخويا، تبقى كفر محمد ابو سويلم يا جاد. ايه ده وبطي كمان؟ بطي خيره جوزين بط بكيني تاكلوا حاجه. البكيني بيتلبس ما بيتاكلش يا ابو العمدي. ما كنت جبت لك كمان معزتين يسرحوا وراك في الجنينه يا شيخ الغاط او جاموسه. انتوا بتنقوزوا عليا يا بهوات. هو ماله معزتين يا برشدي؟ طب شوف انت اللي ادلعت ابنك معزه واحده ترضى بيه ويكون في علمكم انتوا الجوز. فات من المولى اسبوع. مبسوط يا فالح؟ بيقول لك فات اسبوع يعني كفر محمد ابو سويلم ما هيطرب من ايدينا. على عموما اني لقيتها خلاص. يا الله في ايه؟ في ايه؟ بيدها تحيه الضيف. بس لطاف والله. باخد لك خمسه منهم وانت ماشي يا اخويا. يا كبيرة نازلة من السقف ولا ايه؟ شوف كده يكون فرخة باظت في قفاها. ما تقلقش يا برشدي، ده العيشة وقعت علينا كلها في رغم دارة. بدارت ايه؟ انا بقول يلا نلحق صلاة الظهر. ما تستنى اما نشوف الراجل ده يمكن نصلي عليه بالمرة. يبقى فرصة اروح اتنضف وارجع يا شباب. لا استنى، مش جايز يحدفوا علينا سيجارتين بنجي. صباح الفل يا ابني النيل. صباح الخير يا فرخ النيل. نورت المكان يا ابن الاصول. الله يخليك يا بنت الاصول. اتفضلوا جودو. ومين اللي جنبك ده يا ابن الاصول؟ انا ابقى الاصول نفسها. مساء الخير. مشربها على جوزة. نورت البلد يا ابو العريس. بلد منورة باهلها. امال فين العروسه؟ واحنا مش هنشوفها. هتشوفها يوم الدخله ان شاء الله. وريه يا سيادتنا. طب ايه؟ لا مؤاخذة يا عريس، قانونا لازم العريس يشوف عروسته، واللي اهم من ده بقى اللي انا اشوفه عايز. ومين اللي فط زي الوطواط ده؟ ده محامي العائله واللي هيشهد معايا على الجوزه، قصدي الجوازه. وجوده معانا ضروري يا كبيره. بقول لك ايه يا حجه، خلينا نشوف العروسه ونفرح. انت بقى يلا. خلاص يا ولد، مجلس العيلة وافق تشوف العروسة. هاتوا العروسة. ايه دي اللي وقعت منهم؟ مين دي؟ العروسة. لا احنا عايزين واحدة ما تلمستش مش ما بلغتش. احنا سلو بلدنا نسطر البنات صغار. بس مش قوي كده ولا ايه؟ وانا انكشفت عليك يبقى لازم انت سطرني. باي عليك وعلى اللي خلفوك. هتسطرها ولا مش هتسطرها؟ اذا كان ربنا امر بالستر هعترض انا. الف بركه يا حبيب اخوك. الله يبارك فيك. صبرت ونولت. لا ده انت زهرت ونولت. بس صلى على النبي، الفرح ده فرح
طب وبعدين يا رشدي؟ بص يا ابني، من الاخر كده انت حلك الوحيد عند امك. امي؟ ليه بقى؟ امك دكتوره محترمه، واكيد البنات اللي حواليها محترمات وينطبق عليهم المواصفات اللي طالبها عمك دي. وما تنساش يا سليم ان فات 10 ايام من الوصيه، يعني الفلوس قربت تروح. انت هتهرج يا رشدي، ما هي ماما عارفه ان انا متنيل صايع وضايع. لا لا لا، ده مش كده. انت كمان هتخش عليها بقى في سكه ايه؟ في سكه الاخلاق والتوبه. هتصدقك؟ ايوه ايوه، مهما كان دي امك ويهمها مصلحتك، الله، وفي الاخر الخير هيعم على الكل. طب وجاد بتاعنا دي؟ اه ده سيبهولي، انا هظبطهولك واظبط هنادي. يعني انت بجد عايز تتغير؟ هيتغير يا طنط وهيبقى بيز. اخرس انت. ماشي، على فكره يا طنط شخصيتك قويه جدا. هتغير وهكون انسان جديد. وايه؟ انا قلت اخرس انت. ماشي، بس يا طنط شخصيتك قويه جدا. يعني هتسمع كلامي في كل حاجه؟ كل حاجه. اي حاجه اقولها؟ اي حاجه. طب يلا بينا نجري. نجري؟ جري ايه؟ انا مش بتاع جري. يلا. ماما قالت لازم نجري. يبقى لازم لازم نجري. ما قلت لك اخلص. هتيجي تعيش معايا؟ زي الفل. انا بقفل الباب الساعة 10. ده انا بنزل 11. هتصحى الساعة 7 الصبح. ده انا بنام 8. ليه يا طنط؟ هو انت هتشغليه لم الزبالة؟ اخرس انت. ماشي. تفطر وتيجي على النادي، تجري ساعة، تعوم ساعة، تلعب سكواش ساعة، تخش ساونا ساعة. هو انا هخش الاولمبياد ان شاء الله يا ماما؟ وتقطع علاقتك بكل البنات اللي تعرفها. سيبيلي 8 والنبي. هتقطع علاقتك بكل البنات اللي تعرفها. حاضر هقطع، بس صافي، هموت هموت. وصاحبك ده اللي اسمه جو، يا اما يتغير يا اما. الله، هو راح فين؟ الظاهر والله اعلم ان جاله هبوط اضطراري. هموت هموت. احنا محتاجين العرايه المنكزه. هي طنط مبادئ لسه بتجري؟ مبادئ يا عبد الصمد. على فكره امك دي شخصيتها قويه قوي. معاك حشيش؟ في الشراب ده زمان وعفن. شيرين. هاي يا دكتوره سوسن. ازيك يا حبيبتي؟ انا كويسه. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. سليم ابني. وانا جو صاحبه. اخرس. على فكره شيرين طنط دي شخصيتها قويه قوي. شيرين تلمستي، وانا سعيده ان انا بدرس لها. ده انا اللي سعيد اني هتعرف عليكي. مالك حبيبي؟ مش عارف. عن اذن حضرتك هروح اخد شاور عشان لسه مخلصه تمرين. اتفضلي. جود لك. جامده قوي. نعم. انت ازيك يا ماما؟ عامله ايه؟ شيرين دي غير كل البنات اللي انت عرفتهم. انا ماشي عشان عندي مواعيد. عايز حاجه؟ متشكر يا ماما، خدي بالك انت من نفسك. حاضر يا حبيبي. ايه يا استعبط. لا ده انا قلت اشوفك لو عايزه حاجه كده ولا كده. تصدق انك قايل ادب؟ انا ده انا سافر. في ايه؟ انا بقيت ملطشه ولا ايه؟ ايه اللي انت عملته مع شيرين ده؟ انا ما عملتش حاجه. يظهر اني كنت غلطانه لما صدقت انك هتتصلح بجد. للاسف طلعت نسخه كوبي من ابوك. يا ماما ده سوء تفاهم عادي. يلا لم هدومك وروح عالم ابوك الموبوء. انت بتطرديني يا ماما عشان خاطر واحده شهر؟ اوعى اوعى تنطق كلمه عنها. شيرين دي لازمتها برقبة مليون شاب زيك. على الأقل في يوم من الأيام هتبقى أم محترمة تربي أجيال. لكن اللي زيك أنت آخرته إيه؟ كفاية بقى يا ماما الأوهام اللي أنت عايشة فيها دي. ما تنزلي أي ديسكو تشوفي البنات عاملين إزاي. الفساد بقى على كل لون يا دكتورة. ما هو الفاسد بيدور على الفاسد اللي زيه، والمنحرف اللي زيك بيبقى زي الكلب بيدور على كلبة يرمي بلاويه عليها. الحشيش ده شكله جامد قوي. عيب عليك يا تايجر.
ده انا جايبه من فوق سور مجرى العيون نفسه. ما انا حاسس ان انا حقق برضه. طب امسك نفسك يا سليم. سليم انا ابوك. الله حلو الحطور ده قوي. ركبوني معاك. تعالى تعالى يا عم. اجري 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 واتيني يا عم وصلني وصلني يا عم وصلني ده حبيب الروح مستني. الله خد ولع خد ولع لسه طفيها. يا مرتي يا مرتي ازاي عليك حبيبك النبي انقذني من الحرب والفضيحه. ايه ده مالك العفريت راكب هنادي هنادي مرتي يا بروش مش عارف اعمل ايه قاعد الرب مش عارف يعمل ايه يا بروش دي. انا هعمل لك اي اي ما تسترجل شويه. ايه اللي عايز اقول لك؟ انا مسترجل. انا صوتي صوت هنادي هنادي. انت بتعمل ايه هنا يا بنت الصرا؟ بتعمل ايه ورا الكنبه؟ الظاهر ان ميسي ابتدى يلعب تاني. شكله بيلعب في النهائي وهترسي على ضربات جزاء. ما تتظبط يا هنادي فضحتني. اشوف فيك يوم يا ميسي الى ايه يا رب اشوفك عريان بلبوص والقلب زي لك بالطوب وتتفضح فضيحة القطط في السوق. ماشي يا ميسي الى ايه يا رب الاقيك بتلعب في مركز الشباب بني. ميسي هل تسمعني؟ ميسي بس يا عم الحاج ده الناس غلطتها السبت والحد وانا غبت ما وردتش على حد. يعني كانك انت يا ميسي ماليش غير هنادي الغلباني. طب اطلع للراجل ماشي والله العظيم لو عفريت من ضهر عفريت تظهر لي. اظهر لي يا ميسي يا ابني مو ميسي. اي اي وبتلاولني التاني. اي يا ابويا ده بيضرب تحت الحزام يا مرشدي انا فوقي. اي لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر. مش نافع انا اجيب له خابور ولا ايه؟ خابور ايه بس يا تايجر وسعني يا فرعون. اصحى يا دي يا ابن النيل. فشلت برضو. لو سالتك انت مصري تقول لي ايه؟ قول لي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليه. قولها باعلى صوت وارفع راسك لفوق. انا مصري وابو